مين فينا ما بيبقاش في يوم من الأيام ربنا يرزقه بيشتري شقة، يشتري شقة ليه، يشتري شقة لابنه، يشتري شقة استثمار، يشتري شقة زي ما هو عايز. لكن إيه المشاكل أو إيه اللي ناخد بالنا منه عشان ما نقعش في مشكلة وما نقعش ضحية للنصابين؟ أنا يا باشا جاي أفتح مفتاح الشقة، واحد يقول لي إزاي ده أنا اللي مشتريها؟ فين عقدك؟ عقد أهو، وفعلا هو كاتب عقد، وأنا إيه الحاجات اللي أخد بالي منها؟ أو أخد شقة وألاقي في الآخر نفسي ولا عارف أدخل مرافق ولا عارف أدخل كهرباء ولا مية ولا أعمل أي حاجة، وفلوسك يا صابر ضاعت، وتبقى القصة كبيرة جدا. نعمل إيه؟ ده موضوعنا دلوقتي. لكن اسمحوا لنا نرحب بضيفنا اللي منورنا، أستاذ نشأت سند، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. أستاذ نشأت أهلا بحضرتك. تشرفنا. إزاي حضرتك؟ منورنا ومتشكر على الاستضافة جدا جدا. حضرتك منورنا. الله يخليك يا أستاذ. لو ممكن نصايح سريعة، إحنا إزاي ممكن نحافظ على يعني أمان شراء شقة أو حتى أرض في مصر؟ هو عادة لو واحد يعني قبل ما يشتري شقة، لو واحد بيشتري جهاز كمبيوتر، من الطبيعي أنه هو بياخد معاه حد فني أو حد متخصص كده. فأنا لو لم تتيح لي الظروف واضطريت أن أنا هاخد شقة أو ما كانش معايا أستاذ محامي، فإحنا دي الحلقة دي هنعمل تكات كده ونقط ان هو ياخد باله منها. بس الافضل ان انا يبقى معايا محامي يعني. افضل. لكن لو في ظروف بقى اضطرتك ان انت تروح لوحدك، ايه اللي ممكن تعمله؟ صحيح. يبقى هو في مجموعه حاجات كده هنقولها بسرعه، نحاول نختصرها يعني. طب لا براحتك خالص. اول حاجه المعاينه، يعني انا رايح اشتري شقه من سيادتك، ما ينفعش تقعد توصف لي في الشقه وتقول لي دي الشقه دي مساحتها 100 متر ولا 500 متر، وعمال توصف لي وتقول لي قدامها في بسين وفي حديقه وفي كل حاجه، عمال توصف لي فيها في جمالها وما اروحش اشوفها. فيبقى نمره واحد المعاينه. المعاينه يعني اروح اشوف المكان بنفسي. هو طبيعي برضو، دي حاجه بديهيه يعني، كلنا بنحب نعاين احنا هنشتري ايه. فالنقطه دي نقطه مهمه، واعتقد بس هي مش بتتنسى يعني. المكان بنفسي واتاكد منه، ما ينفعش عن طريق الوصف، دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه ان انا لما بكون بتعامل مع حضرتك اتاكد ان حضرتك المالك. حضرتك بتقول لي انا مالك الشقه، اتاكد ازاي؟ دي نقطة مهمة. أتأكد إزاي؟ عن طريق الحي أو عن طريق الجهاز في المدن الجديدة. أنا بروح بالمستندات اللي معايا، الصور اللي أنا خدتها، وبروح أتأكد عن طريق الجهاز أو الحي. بس هي في مشكلة صغيرة بتقابلنا في الناحية دي، إن الجهاز أو الحي بيمتنع إن هو يدلي بأي بيانات لأي للمواطن. يعني يقول له دي معلومات سرية. عادي، ما أنا أخد صاحب العقار معايا. على فرض ان انا ما خدتش صاحب العقار. لا انا قصدي يعني دي مش حاجه مثلا تعيب ان انا اقول له لا انا عايز اتاكد ان انت المالك يعني. ماشي، بس لو انا رحت لوحدي انا بناش بقى النقطه دي. يعني احنا يعني بنتكلم في المشكلات، من ضمن المشكلات ان الجهاز بيمتنع ان هو يدليك باي مدى. طب إيه؟ ما هعمل ايه طيب؟ ايه المشكله ان انا لما اروح للجهاز واقول له الاستاذ اسحاق ده مالك الوحده دي، يقول لي او لا، ايه السر في كده او ايه الضرر في كده؟ هو الجهاز ده المفروض منوط بيه خصوصية، هو الحفاظ على خصوصية. ماشي، بس هو المنوط بيه ان هو يحميني. يعني لما يقول لي ان حضرتك، ايوه بس انا ايش عرفني ان حضرتك اللي قدامي يعني مكتب هو بيقول ليه مش شرط اللي قدامي ده عايز يشتري؟ ممكن تكون زوجة عايزه تتاكد جوزها اشترى شقه تانية ولا لا مثلا. ممكن يعني يبقى يعني حاجات تانية غير فكره الشراء. في الحاله دي باخد معايا المالك بس. بس سهل ان انا اقول للملك من فضلك تعالى معايا الجهاز او تعالى معايا الحي، عادي يعني. سهله. بس هو لو قال، لو جاوب لي الجمله دي في ربع ثانيه وقال لي ان حضرتك الملكه او لا، خلاص. لو مش الملكه، الحل ايه من وجهه نظر حضرتك يعني؟ لو انا مواطن عادي ومش معايا حد، ولا معايا المالك ولا معايا محامي، هل الجهاز ده بيدلي بالمعلومات دي؟ انا ممكن يعني لجهه معينه ممكن بيضغطوا عن الموضوع ده ويدليكي بان يقول لك ان الملك ده مالك الوحده ده حقيقي ولا مش مالك. لو مش مالك يبقى انا خلاص هبعد وخلاص وانتهى. هو المفروض ان يحميني، دي نقطه مهمه. النقطه الثالثه اللي هي ان انا ما اشتريش مكان ملهوش رخصه. يعني لازم المكان يكون ليه رخصه مباني وما يكونش عليه مخالفات. ممكن يكون ليه عند معظم البيوت في مصر ومعظم العمارات في مصر من غير ترخيص، وده اللي خلى موضوع التقنين يحصل الفتره اللي فاتت. انا بنصحك ان انت ما تاخدش، عايز تاخد تبقى على مسؤوليتك الشخصيه. تمام. يعني بيجي لي موكلين كتير يقول لي انا هاخد، اقول له ما فيهاش رخصه عليها مخالفات، يقول لي انا هاخد. يبقى ياخد على مسؤوليته بحيث ان لما تحصل اي حاجه ما يرجعش يقول لي انا ما قلتلوش. يعني انا بدي له النقط دي. بعد كده اتاكد الوحده بتاعتي اللي انا هاخدها من ضمن الرخصه. ممكن اخد مكان مرخص بخمس ادوار وانا هاخد في الدور ستيدس. فدي برضك مشكله. أي. فلو خدتها وانا عليا ان انا انبهك
ومن الضروري مالك العقار يوفر صورة من الرخصة للشاري الجديد. بالتأكيد، ما دي النقطة اللي بعد كده اللي هي اللي أنا هتكلم عليها، اللي هي مستندات الملكية. يعني من ضمن مستندات الملكية صورة الرخصة والعقود والعقود والتوكيلات، وبعد ما أخد الصور دي أتأكد منها وأفحصها إنها سليمة، مش مجرد أنا خدتها. ودي لو أنا مش أقدر أفحصها وأتأكد منها سليمة أديها لأي أستاذ محامي يقدر بسهولة جدا يعرف إن المستندات المقدمة دي سليمة ولا لأ. يعني لو عقد بيع مسجل مثلا بالدهوني، بمجرد النظر في كم حاجة كده ممكن أكتشف إن هو سليم ولا لأ. العقد اللي هو المسجل اللي بيتقال عليه العقد الأخضر، ده بيبقى فيه حاجتين مميزين، فيه بيبقى مربع على إيدك اليمين كده بيبقى رقم المشهر، وداخل المربع ده في رقم، ده اعرف ان هو رقم مشهر ممكن اسال عليه بسهوله في الشارع العقاري. وفي حاجه تانية مميزه بيبقى في ختم مميز على شكل زهره اللوتس، شكل كده الختم بيبقى شكله مميز جدا. وما اكتفيش بكده، ممكن يكون متزور بقى علامه مائيه او حاجه بتكون موجوده، بيبقى مغلف، المفروض ان هو مغلف. بس ما اكتفيش بالحاجتين دول، لا اخد المستند ده واذهب بيه على الشهر العقاري عشان اتاكد من صحته. طب ايه الورق اللي انا هاخده لما اجي اشتري شقه؟ يعني هاخد مثلا اعمل عقد بس كده حتى لو في محامي، ولا في حاجات ورق تاني مطلوب؟ المفروض ان انا هاخد جميع مستندات تسلسل الملكيه، الصور بتاعتها تسلسل الملكيه. يعني لو كان في مالك لو انا الشقه دي بايعها من الف لب لجيم كده، فانا المفروض هاخد الاصول اللي معايا. لكن انا لو باخد شقه في عماره لا في عماره هو اوريدي واخد الصور، فانا هاخد صور، صور الرخصه مش هاخد منه طبعا الاصل. الاصل لكن وبالتالي كمان الارض، يعني حتى لو كانت ارض وملكيه الارض كمان. ومن ضمن النقط برضو اللي لازم اتاكد منها المرافق، دي حته مهمه جدا. لما انا باخد شقه اتاكد ان المرافق موجوده، واخد اخر ايصالات مسدده. طب احنا فين العداد؟ هنركب عداد؟ حاضر. لا الجهاز هيجيب لنا العداد بكره. لا الاسبوع اللي جاي، الشهر الجاي. انت عارف حضرتك الكلام ده يعني، روح لمصلحه الكهرباء وروح اتاكد بنفسك. لكن ما ينفعش ما تاخدش شقه ما فيهاش مرافق وتاخد اخر ايصال واخر مديون. يعني لازم على الاقل يبقى فيه عداد كهرباء اكيد، وميه، الميه واصله لل ممكن تبقى شقه تحت التشطيب، يعني شقة لسه على المحارة مثلا، ايه الحاجات الضمانات اللي فيها؟ روح اسأل في مصلحة طيب معانا استاذ جميل من الجيزة على التليفون. استاذ جميل صباح الخير، كل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير يا استاذ، كل سنة وحضرتك طيب. عند حضرتك سؤال عند حضرتك. صباح الخير يا استاذ حياة، وصباح الخير الاستاذ نشأت. صباح الخير. صباح الخير. عند حضرتك سؤال استاذ نشأت ولا ايه؟ كنت عايز ادي سؤال للاستاذ نشأت بالنسبه اللي هو يقدر يفيدنا فيه. لو انا اشتريت شقه وصاحب الملك قال لي هتكلمك بعد شويه، وبعد شويه الخط واضح؟ لا الخط ما كانش واضح. خلينا في التليفون، ما تسمعناش من التلفزيون. اسمعنا من التليفون. تمام. صباح الخير يا استاذ حياة. صباح الفل. حضرتك جاي تشتري شقه فقال لك لا الاستلام كمان شويه، بعد سنه، بعد اتنين، واتاخر في الاستلام. بعد ثلاثه افضل ان هو بيعها لحد ثاني بعدين. تمام. تتفاجئ ان هو باعها لحد ثاني، ايه الضمانات يعني؟ ايه الضمانات بقى ان هو باعها لحد ثاني؟ باعها لبتاع. تمام. بيقول لك بعد شويه. وصلت يا استاذ جميل، شكرا. اعتقد السؤال هنا بيتلخص في الاجراءات اللي لازم يتم المواطن يعملها بعد شراء الشقه مباشره. هو نصيحه عامه ان انا ما اشتريش شقه غير لما استلمها، يعني بدفع فلوس يبقى استلم. يا فندم احنا كلنا بنشتري شقق العماره وهي لسه عشان اخدها سعرها كويس واقسط براحتي. مظبوط. لا ده بقى ضماناتك انك انت تبقي جزء من الثمن، يعني ما تدفعش كامل الثمن. وحتى لو انت بتدفع اقساط، في مشكله من ضمن المشكلات اللي انا كنت هتكلم عليها، انك انت لو بتدفع اقساط وجيت لقيت الشقه ما خلصتش او مش عايز يسلمك، فطبيعي تقول انا مش هكمل الاقساط. ناس كتير قوي بتعمل كده. أيوة. ان هي طبيعي انها ما تكملش الاقساط وتتوقف من تلقاء نفسها عن دفع الاقساط. دي مشكله كبيره جدا. امال اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ المفروض تروح لاستاذ محامي هينصحك بنصيحه مهمه جدا، ان هي تعمل انذار بالتوقف عن سداد الاقساط.
لو انت توقفت من تلقاء نفسك تخيل يعني هو اللي غلطان تخسر حقوقك وتخسر حقوقك وما كملش ويقدر كمان يرفع عليك طرد لعدم استجمال الاقساط. يعني نقطة مهمة جدا انك انت تعمل له انذار تقول له ان انا هتوقف عن سداد الاقساط لحين اكتمالك الشقة لحين تسليمي وممكن تفسخ العقد عشان هو ما نفذش التزامه. طيب حضرتك قلت انه لازم يتم استلام الوحدة او العقار قبل يعني مباشرة بعد الدفع. في حالة عدم الاستلام ايه الحل التاني لضمان عدم بيع هذه الوحدة لواحد اخر؟ لا ما انا بقول لحضرتك ان هو ضمانه ان انت مش هتكملي بقية الاقساط بس عن طريق الانذار. يعني عن طريق انك انت بتعملي له انذار ان انا هتوقف عن السداد. لا في حاله انه في واحد تاني ممكن يبيعه الواحد تاني ازاي اقدر احمي الوحده بتاعتي؟ هل ممكن اسجلها مثلا مؤقتا؟ هل في تسجيل في الشهر؟ مفيش حاجه هتقدر تمنعه ان هو ممكن يبيع الوحده بتاعتك. تمام. انا يعني معايا سؤال لحضرتك استاذ هاني من القاهره. اهلا بيك. صباح الفل. انا جدي اهلا وسهلا اتفضل سؤالك. انا اشتريت حاجه صار طلع الواحد من المحافظه اي ودفعت الاقساط بتاعتها وكان عندي ظروف وقد كان تعبان اي جيت لقيت الراجل ده هو باعها لواحد من ارض اسبانيا تمام ومعايا جميع المستندات يعني معايا المستندات معاك عقد بيع نهائي يا استاذ هاني؟ معايا عقد بيع ومعايا بتاع اللي هو توكيل بالشرط القاري تمام وجيت لقيت الراجل ده الصحاب والبنايه بتاعت المنطقه تمام وصلت يا استاذ هاني شكرا ليك. معانا كمان استاذ سكر من القاهره. استاذ سكر صباح الخير وسؤالك ايه؟ صباح الخير يا استاذ سحاء. صباح الفل اهلا بيك. كل سنه وانت طيب انت وضيوفك. اهلا بيك. لو سمحت انا بعت شقه ودكان وعايز العداد صاحب اللي اشترى معلش يخلي العداد شويه عشان ما معيش فلوس دلوقتي ومش عارف ايه سبت له بعد كده مش عايز يغير العداد بتحايل عليه رحت شركه الكهرباء قالوا لي تمكننا من دخول الشقه هو مش راضي يغير العداد عشان العداد الجديد اللي هو مدفوق مسبق بالكارت مسبق مدفوق مسبقا. تمام. طب انت معاك عقد ولا معاك توكيل؟ انا بعت عقد بيع الشقه والدكان. تمام شكرا يا استاذ سكر شكرا. طيب استاذ نشاط تعليقك اتفضل. بالنسبه للمشكله الاخيره دي عاده لما حد بيشتري شقه المفروض ان بيروح هما الاثنين مع بعض وبيعمل اقرار ان هو نقل ملكيه العداد للشخص اللي بيشتري. لو هو معاه توكيل مش ده يغني ان هو يروح؟ ما هو مش عايز. هي المشكله ان هو بيقول لك ان هو مش عايز يروح يعني هو عايز يخلي العداد باسم الملك القديم. الملك القديم والمالك خلاص يعني زي ما سيادتك بتبيع سياره وبتفضل فتره باسمك مش ممكن بتبيعها بتوكيل وبتفضل سنه سنتين باسمك أيوة. لحين تسجيلها وعشان ما غيرش العداد يعني من عداد قناعة منه ان العداد القديم بيوفر اكتر يعني وناس كتيره ماشيه كده بس هو الاستاذ المتصل بيقول انا عايز ان العداد ما يبقاش باسمي انا بعت يبقى خلاص تنتهي علاقتي بالوحده ديت سواء عداد وده حقه يعمل كده هو من حقه رغم اني انا شايف ان هي ممكن ما تضروش قوي مش هتضره في حاجه قانونا مظبوط ان هو هي قانونا هي هتضره في حاله واحده يعني هو دلوقتي لو عنده عداد كهرباء باسمه وعايز يقدم على وحده مثلا في الاسكان الجديد فلما يجي يستعلمه عليه هيلاقوا ان اسمه موجود انه عنده عداد كهرباء فممكن النقطه دي تخلي تضره ان هو ما ياخدش شقه. تمام استاذ هاني كان بيقول لحضرتك وده بيحصل كتير مع الناس اشترى قطعه ارض وخد ورقه كامل ومعاه توكيل حتى ومعاه عقد بيع نهائي واتفاجئ ان صاحب الارض باعها لواحد واثنين وثلاثه يعمل ايه؟ ما دي بقى نقطه مهمه جدا اللي هي العقود العرفيه والعقود المسجله. انا الطبيعي اللي بينقل الملكيه ايه هو؟ التسجيل في الشرع العقاري. يعني حضرتك بعت لي وانا رحت سجلت في الشرع العقاري. جيت حضرتك بعتها لحد تاني بس بعقد ابتدائي عرفي وعملت صحه توقيع فانهي واحد اللي هيكون يسري؟ هل العقد اللي عليه صحه توقيع ولا العقد اللي عليه
التسجيل، يبقى الملكيه ما تنتقلش غير بالتسجيل. يبقى الملكيه تنقل بالتسجيل. بالظبط، التسجيل في الشهر العقاري في نفس اليوم، يعني لازم يكون نفس يوم. اخدت انا عمل لي اروح عم، بحيث ان لو عمل بقى ان شاء الله 10 عقود بعد كده عقدي هو اللي يسري. صحيح. هل التسجيل ممكن يتم مثلا قبل الدفع الكامل عشان نتاكد انه التسجيل تم انا اقدم طلب للشهر العقاري مجرد ليه الناس ما بتسجلش؟ ده سؤال مهم جدا. شكرا. يمكن 80-90% الناس ما بتسجلش وبتكتفي بدعوى صحه توقيع. وقبل ما نقول التسجيل نقول دعوه صحه توقيع عشان فيها لغط كتير. أيوه. وكل الناس دلوقتي في اشاعه ان صحه التوقيع اتلغت. صحه التوقيع ما اتلغتش، لان هي من اسمها بتقول ان سيادتك مضيت العقد. ده صحيح. صحيح. والقاضي ما بينظرش مضمون العقد، يعني لو حضرتك بعت لي قلت لي انا عندي قطعه ارض في الفضاء وعملنا عقد بين بعض وعملنا عليه صحه توقيع، القاضي ما بينظرش اصلا ولا يعني بينظر ان استاذ اسحاق مضالي على العقد. تمام. فعشان اجراءاته سهله وتكلفته بسيطه فكل الناس بتلتجئ لصحه التوقيع. ليه الناس ما بتسجلش؟ لعده حاجات. اولا التكلفه الماديه كبيره. قد ايه الرسوم تقريبا؟ الرسوم لو انا عندي شقه لحد 100 متر، ده الرسوم اللي هي الايه الرسميه، احنا بنتكلم في الدفع الرسمي. لو 100 متر بدفع عليها 500 جنيه، لو من 100 متر ل 200 متر بدفع 1000 جنيه، لو من 200 متر ل 300 متر بدفع 1000. يعني رسوم جنيه. بالنسبه لثمن الشقه اقصى حاجه، بالنسبه لثمن الشقه ما يعديش حتى 0.5%. يعني لو 300 متر او اكتر بدفع عليها بحد اقصى 2000 جنيه. ف 2000 جنيه يعني انت حضرتك شايفها بسيطه. لكن ده الرسمي. طيب لسه بقى في وقت وفي معاينه وفي حاجات كتير. يعني رسوم بسيطه لا تستحق ان الناس يعني 5% من ثمن الشقه. طيب معانا استاذه هبه من القاهره. صباح الخير استاذه هبه، اتفضلي. صباح النور يا استاذ كريستين. دلوقتي انا اشتريت شقه في تمليك في المرج، وبعد ما اشتريتها راح لقيتها ان هي مش عليها ترخيص وانا دافعه 5000 جنيه عداد، والعداد مش مسجل في الشبكه بتاعه الكهرباء. ادي لي رابع سنه دلوقتي مع ان مش طالع لي فاتوره، وكل ما ناشد صاحب العماره، صاحب العماره مش راح قطر، وابنه يقول لي انا ماليش دعوه. هما العداد باسم مين يا مدام هبه؟ باسم واحد اسمه عبد المتوسط، بس مسروق العداد مش مسجل خالص، وانا دافع 5000 جنيه وهو مش راضي يسجل. جيلهم لي رحت الشبكه قالوا لي عايزين الاوراق اللي هو قدم بيها العداد. طيب. هو مش راضي يدهاني. طيب شكرا يا مدام هبه. طيب استاذه هبه هنناقش الموضوع مع استاذ نشأت، بس هناخد تليفون الاول. استاذ عيسى اتفضل. الو اتفضل يا استاذ عيسى. صباح الخير. لا طبعا خير يا دكتوره، ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضل. كنت عايز اسال بنت المحامي، كنت انا شاري شقه من في الشيخ زايد، وكان واحد شاريها التوكيل وانا اشتريتها التوكيل تاني وعملت عقد تجاري، هل دي في ضمانات ولا انا غلطان؟ تمام. حضرتك هو كان اشترى بتوكيل وباع لحضرتك بتوكيل. تمام. وعملت عقد ابتدائي وسجلته في المحكمه. تمام شكرا ليك، شكرا ليك. طب سريعا، هي مدام هبه واشترت الشقه والعداد باسم واحد، هي حتى ما تعرفوش تعمل ايه؟ ما احنا بنتكلم ان احنا عشان ما نوصلش للمشاكل دي نتجنب المشكله من الاصل. تمام. يعني هي بتقول المكان غير مرخص، فانا احنا لسه منبهين ان المكان غير مرخص ما تشتريش. طب في الحالة دي هي تقدر تاخد خطوات يعني هترجع على صاحب العقار ان هو تلزمه ان هو يدخل لها المرافق؟ يعني هو تلزمه ازاي؟ هل المحكمة ممكن ترفع عليه دعوة ان هو ادخال مرافق وتلزمه بان هو يدخل لها المرافق؟ والعقد اصلا بيتكتب فيه ان بيلتزم البائع بادخال جميع المرافق، فلو ما التزمش ممكن ارجع. وبس عشان الوقت سريعا، اشترى بتوكيل من واحد اصلا كان مش شاري بتوكيل، يعني من توكيل لتوكيل الدنيا تمشي؟ تمشي. بس نقطة مهمة عشان الموضوع ده بيبقى فيه لغط كتير، ان انا اتاكد من صحة التوكيلات ان التوكيل ده ساري، يعني ممكن اروح اخد صورة التوكيل ده واروح اطلع بيه على الشهر العقاري الاقي ان التوكيل ده اصلا ملوش اصل. يعني كل توكيل لازم يكون ليه اصل في الشهر العقاري. تمام. اوقات ساعات حد يبيع لحد يقول بيع للنفس وما يقولش بيع للغير، يعمل ايه بقى؟
بيع لنفسه ان هو من حقه ان يبيع لنفسه فقط. اه فهو لو هو هيبيع لنفسه خلاص. طب انا عايز ابيع بعد كده. خلاص ما انت بيبقى عندك عقد بيع، عقد بيع ده بينقل الملكيه. يعني الاجراءين المهمين ان انا بعمل عقد بيع، وهل عقد البيع التوكيل يغني عن عقد البيع؟ بالتاكيد لا. يعني اغلب الناس ممكن بنلاقي ان هو بيكتفي ان هو بيعمل توكيل بالبيع لنفسه للغير وما بيعملش عقد. تمام. اه فدي نقطة مهمة لازم أستاذ نشأت سند، نورتنا وشكرا على المعلومات الكتيرة جدا 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 والمفيدة جدا جدا لينا احنا شخصيا أنا كمان. أنا متشكر جدا. وفي الآخر بقول يعني عشان نتجنب كل مشاكل المتصلين دي، يعني أحاول بقدر الإمكان أخذ زميل محامي عشان يضمن حقوقي، يعني محامي يعني بيحمي حقوقي. احنا نحاول نكرر مع حضرتك الفقره. شكرا جدا يا استاذ نشأت، نورتنا. ولسه معاكم، هنخرج لفاصل ونرجع نشوف النفسيه محتاجه ايه، الحاله النفسيه بعد الفاصل.